طبعا هناك علاقات تكون قاعدتها او يكون قاعدتها مجلس التعاون الخليجي، وهناك مشاريع كثيرة تمت من اجل تعزيز هذه العلاقات، ولكن هذه العلاقات تحتاج الى استراتيجية شاملة. اليوم في المحاضرة نحن نتحدث عن استراتيجية اعلامية مشتركة في الخليج تواجه المشروع الاعلامي الاستراتيجي ضد الخليج، وبالتالي وجود هذه الاستراتيجية بين دول الخليج هي احدى الطموحات، هي احدى المطالب، بل ما يعني هي ما قد تكون احدى الامور المفروضة التي يجب ان يتم انشائها، بحيث ان تكون هناك استراتيجية شاملة اعلامية، كما ان هناك استراتيجية عسكرية امنية. الاعلام جدا مهم في مواجهة الخطر، خطر الكيان الإيراني الموجود، وبالتالي لا يقل أهمية وجود استراتيجية إعلامية عن وجود استراتيجية عسكرية أو استراتيجية أمنية. أعتقد جاء الوقت الآن للعمل بجد وبشكل مؤكد وبشكل منهجي من أجل الوصول إلى مثل هذه الاستراتيجية الإعلامية الموحدة الخليجية.